في دراسة واحد اسمه إي إن جراي موجودة على النت وموجودة أيضا على موقعي، 25 سنة من عمره صرفها من أجل الإجابة على سؤال واحد مهم جدا، ألا وهو: ما هو الشيء الواحد الذي يجمع جميع الناجحين؟ اتضح أن الإجابة هي سيلف ديسيبلين، الانضباط، أنه أنت تعمل ما تريد أو ما بالأحرى ما يجب عليك عمله سواء كنت تريد ذلك أم لا. معظم مشاكل الناس مع التسويف أنه يخضع أعماله وأولوياته لمزاجه في اللحظة الراهنة أثناء عملها، بينما الإنسان اللي عنده السيلف ديسيبلين هذا لا، اللي منضبط ذاتيا يعمل العمل سواء كان في مزاج ولا لا، يصنع مزاجه من خلال عمله وليس العكس. سيلف ديسيبلين، وعلى فكرة الكلمة هذه مثيرة للاهتمام فعلا، لأنه هي من كلمتين سيلف ديسيبلين، سيلف النفس وديسيبلين الانضباط. كلمة ديسيبلين جاية من ديسايبل، ديسايبل هو الحواري، يعني تصبح نفسك تابعة لك. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.